للاسف وقع لنا مشكله اخويا ياك. هذا المشكل هذا ان شاء الله انت اليوم غتهضر عليه ياك اخويا. انا راه هضرت معاك في الاول عليه ولكن من الاحسن انت تفهم الناس باش الناس تجي دايره حسابها. السلام عليكم حبابنا عشاق السيارات. انتم اخوتي الشتا 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 رحنا تقريبا في الحدود الهولنديه كما كتشوفوا في واحد الفيلاج صاقل. هاد السيد هذا كيبيع شي طوموبيلات الدراري كما كتشوفوا داكشي ديال الدرويش، ولكن هاد السيد هذا مبلي بداك البيكوبات الدراري ديال الميريكان كما كتشوفوا مبلي بيهم على الجد. حنايا المهم رحنا شرينا الحباب هاد الجي تي دي هادي، ولكن راه واقع لنا مشكل، واقع لنا مشكل في هاد الجي تي دي الحباب. اجيو تشوفوا معايا بعدا نضربوا دوره عاد نجيو للجي تي دي ديالنا. الدراري راهما واقع لهم بروبليم، راهما ملاه جاونا من الطاليان. المهم هانتوما خوتي سي كلاس الله يبارك. هانتوما هذيك الار 500 شوها هذيك هذيك نادره. وعاد اجيو تشوفوا هنايا اش عنده هاد خونا هذا، عنده شي داك الكارافانات، واحد الكارافان الدراري راه عالم. شوف 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 تبارك الله شوف هانتوما هاهي شو كيدايره شوف كارافانة هادي ولا شنو هاد. الالمان الدراري عزيز عليهم هذاك الشيء ديال الكامبينغ وكذا. هانتوما الدراري راه هي سيري 5 تبارك الله وصلى على النبي. هذا عنده غير طوينه بيضات ديال الدرويشه الدراري. ومهم اخوتي يلاه تشوفوا معنا السياره اللي تقداو الدراري ان شاء الله. راهم البلايك واجدين، كل شيء واجد، داك الشيء ناضي، ولكن وقع لنا بروبليم الحباب، وقع لنا بروبليم اخوتي، وقع لنا بروبليم. هانتوما ها هي لا مرسيدس، ها هي الحباب السياره ديالنا جي تي دي كما كتشوفوا، السياره النقيه الله يبارك الحباب. اخوتنا جاونا من الطاليان الطوا اوفرو الله يبارك اخوتي. وانتم كما كتشوفوا جي تي دي العموريه ديال جي تي دي جوينطات ديال 18 السياره الله يبارك الله يبارك. هي نورمالمون الدراري كان دابا خصهم يكسيريو ويمشيو للطاليان، ولكن للاسف الدراري حنا غادي نقول لكم واش وقع لنا. راه كاينه شويه ديال الشتا اخوتي كما كتشوفوا. هذه هي السياره مهم جدا راكم عارفين، السياره نقيه الله يبارك اخوتي، نقيه ديال بصح، اوتوماتيك فيها لي مود، كلشي خدام، كلشي ناضي، المرايات راه باطابل، ليكليراج دومبيونس تبارك الله وصلى على النبي. هانتوما جيت جيت انا ديجا نهار جيت قلبتها، ابا نهار جيت قلبتها كان الثلج. المهم بلا ما نحلو الطوا وراكم عارفين الشتا غادي تفزق الطوموبيل. المهم هانتوما هذه هي السياره الحباب، هي هذه سياره نقيه نقيه بزاف نقيه بزاف تبارك الله وصلى على النبي. هانتوما هي هذه. ودابا غادي ندورو عند الدراري خوتي بصحتكم القهوه بعدا، راه البرد هنا في الالمان. مرحبا بكم الدراري. للاسف وقع لنا مشكله اخويا ياك، هذا المشكل هذا ان شاء الله انت اليوم غتهضر عليه ياك اخويا. انا راه هضرت معاك في الاول عليه، ولكن من الاحسن انت تفهم الناس باش الناس تجي دايره حسابها فاش. المهم اخويا اول حاجه الله يحفظك، هاد السياره هذه انا بزاف كنشوف في التعاليق، ما راك عارف الناس كتقول لك علاش اخويا كتضربوا الطريق حتى لالمان باش تدي هادشي، وهادشي راه كاين في الطاليان. واش هادشي كاين في الطاليان بالاسعار وبهاد النقل اللي شتيه اخي معانا؟ لا ما كاينش، قلبت كاع السيتات ديال الطاليان كاملين بهاد العموره هادي كامله، بالثمن هادي ما كايناش والو، ما كايناش ياك اخي، ضروري كتلقى شي حاجه ناقصه والثمن بزاف معيقين بزاف في الطاليان. هكذاك اخويا، وهذا الاخ ديالو مرحبا بك اخي. المهم الدراري واحد القضيه فهمتوني، ابار 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 هادشي اللي قال السيد، السياره واخا تكون نفس الثمن في الطاليان، انا ماشي كنشجعكم، انا كنشجع على المانيا فهمتوني. دابا هادي ضربه 150 الف كيلومتر الدراري، و 150 الف كيلومتر شوفوا الدراري باش حنا هنا كنهضروا على السيارات خاطينا داكشي اللي تيقولوا الناس، وغتبقاو عليا بالطاليان بهذا الحراق وداك وداك العاطفه الخاويه. دابا حنا كنهضروا موضوع السيارات ماشي شي حاجه اخرى. المهم الدراري كما كتشوفوا السياره ضربه 150 الف كيلومتر فوق هاد الطرقان هادو اللي مصلوحين الله يبارك. المهم اخوتي دابا حنا غادي نمشيو نقول لكم المشكل، المشكل اخوتي اللي واقع معنا هو اننا الطوموبيل جيت انا شتها درنا عربون اوكي. اللور انا فاش كنجي نشوف لك الطوموبيل والطوموبيل هي قدامي فهمتوني اخوتي، الطوموبيل انا تنقول لك الاخ ديالي راهي ناضيه، ولكن انت مول الفلوس انت كتبقى من حقك اخي ديالي، بغيتي دير فيرمو تخلص كلشي ديرو، بغيتي انت تجي تشوف طوموبيلتك عاد تخلص من حقك، من حقك هنا الاخوان اي حاجه يعني داكشي كوريكت، والحاجه اللي كتحس بها في الامان كديرها. الاخ ديالنا اخوتي مهم هو عزل انه تيجي يشوف طوموبيلته عادي يخلص، ولكن
فاش جا اليوم وقع لنا واحد البروبليم اخاي خويا، البروبليم ديال اش اللي وقع لنا؟ وقع لنا في البونيفيكو شوين سات الفلوس. البروبليم الاخوان ديال الفلوس كما كتشوفوا، فاش جاي صيفط السيد الثمن ديال الطوموبيل البنكة ديالو، حيت الابناك ديال الطاليان كاينه وحده اللي كتصيفط لك داك ستانطاني بالزربه الاخوان كيمشي، ولكن تيقول لك راه عندك الليميت، راه عندك 6000 اورو ولا 7000 واش تقدر تصيفط، خاصك تجلس هنا يومين باش تصيفط كلشي. ولكن هو صيفطات له البنكه كلشي، ولكن قالت له لا خاصها يومين عاد دخل. ودابا كما كتشوفوا الطوموبيل راه هي مكتوبه ناضيه، راه البلايك ديالها كلشي مقاد، ولكن ما نقدروش نديوها حيت السيد حتى هو خاصو تيدخلوا له الفلوس للبنك، يعني ماشي غير توريه التليفون بلا الفلوس تقطعوا، لا خاصها تدخل له الكونت ديالو وتريزولتي. وحنا الحباب كنحاولوا نخليو الاخ يعني يدير هو الشريه اللي بغاو، ولا كيحس بها في ثقه انه تيشوف طوموبيلته عاد يخلص، وكنجيو عاوتاني من البلاصه ديال البيع والشراء اللي حتى هو من حقه ما يطلق الطوموبيل ديالو حتى يشوف الثمن تما الاخوان دخل له الكونت. المهم اخويا شوف ان شاء الله هذه القضيه غتكون غير من الخير. المهم اخويا السياره اللي معنا اش من عام اخويا؟ 2014. شحال ضرب اخويا من كيلومتر؟ 150000 جي تي دي. كي جاتك اخويا انت في النقاه ديالها والمحرك المسائل؟ نقاك ماشي مزيان المحرك توا، يعني الموتور تبان نقي الحمد لله، الداخل تاهي راه كتبان نقيه، يعني كلشي باقي فيها مزيان. والسعر اخويا باش ديناها؟ السعر ديناها بحال ب 14900 اخويا، ويعني هذا السعر انت قلبتي في الطاليان ما كاين شيء. بغيتي بحال نهضروا بصراحه، الا بغيتي خشها خشها في الطاليان اها، تقدر تلقى الكيلومتراج طالع. المهم بعدا كاين 18 راه كاينه ضروري ياك، 18 17 راه كاينه. كداك اخي. المهم اخويا الله يدخل عليكم الدراري بالصحه والسلامه، وشنو نقولوا الاخ اللي باغي يقصد هذه القناه باش يتقدى الطوموبيل ديالو؟ صراحه يتوكلوا على الله، ولا ما جاوبكمش عاودوا صيفطوا ميساج، راني شفت الواتساب ديالو راه عنده 13000 ميساج. الناس دابا كيسحبوا راه كيجي غير كيعيط غير هو، ولا خاصكم غير تلقاو التوقيت مزيان صافي، وتلقاو طوموبيلاتكم صافي صيفطوا لهم ليه، راه هو تكلف لكم كلشي. الله يحفظك اخويا، شكرا بزاف. المهم اخوتي باركوا الاخ ديالنا بهذا الجي تي دي هذه، الله يدخل عليه بالصحه والسلامه، وحنا ها الرقم ديالنا اي واحد بغى شي حاجه مرحبا بكم الحباب، تحياتي لكم.